إلى الصين، حيث يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لتجنب ما وصفه بالحسابات الخاطئة مع بكين. بلينكين أضاف بأن زيارته تهدف إلى إقامة اتصالات مفتوحة وقوية مع الصين. الزيارة تهدف إلى فتح خطوط اتصال مباشرة حتى يتمكن بلدانا من إدارة علاقتنا بشكل مسؤول ومعالجة المفاهيم الخاطئة وتجنب سوء التقدير. المنافسة الشديدة تتطلب دبلوماسية مستدامة لضمان عدم انحراف المنافسة إلى المواجهة أو الصراع. مراسلنا إياد الجغبير في واشنطن ينضم إلينا. كيف ينظر إلى هذه الزيارة وما المتوقع منها أمريكيا إياد؟ نعم، هذه الزيارة هامة للغاية، ليس فقط لأنها تأتي بعد 5 سنوات منذ زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الصين، لكن هذه الزيارة تأتي في ظل صراعات متتالية بين كل من الولايات المتحدة والصين، سواء على الصعيد السياسي، العسكري، الاقتصادي. هناك الكثير من الملفات الهامة التي يوجد خلافات كبيرة بين البلدين عليها، لكن أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية تحدث بعكس ما قاله الرئيس جو بايدن قبل نحو أسبوعين، عندما قال بأن هناك في المستقبل سوف يكون هناك ترطيب بما معناه للعلاقات الأمريكية الصينية. لكن قبل يوم أمس تحدث أحد كبار مسؤولي وزارة الخارجية وقال بأن هذه الزيارة لن يكون من نتائجها هناك نتائج إيجابية، وأيضا العديد من المراقبين يقولون هنا أن هذه الزيارة سوف تكون لمنع المزيد من الاحتكاك بين الولايات المتحدة وبين الصين، ولن تجلب أي منافع في المستقبل القريب، ولن يكون هناك تغيير في الموقف، لأن كل من الطرفين لا يريد تقديم أي تنازلات سواء على الصعيد السياسي أو العسكري أو الاقتصادي. إضافة إلى ذلك، هذه الزيارة تأتي بعد توترات سياسية عديدة وتوترات كذلك عسكرية بين البلدين. أبرز الملامح التي زادت من التوترات بين البلدين خلال الفترة السابقة، أولا زيارة رئيسة مجلس النواب السابق نانسي بولوسي إلى تايوان، إضافة إلى أن رئيس مجلس النواب الحالي كيفن مكارثي كذلك قام بلقاء رئيسة تايوان في كاليفورنيا قبل نحو أقل من 3 أسابيع من الآن. إضافة إلى ذلك، عندما قامت الولايات المتحدة بإسقاط المنطاد الصيني واتهمت الصين بأنها تقوم بالتجسس على الولايات المتحدة، وكان على أثر هذا الحادث تم تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي. كان من المفترض أن يقوم وزير الخارجية بهذه الزيارة منذ شهر شباط، اليوم نحن بعد 3 شهور سوف تتم هذه الزيارة تقريبا إلى الصين. إضافة إلى ذلك، هناك العديد من المنافسة بين كل من الولايات المتحدة والصين. الولايات المتحدة تقول نريد أن يكون هناك منافسة بين واشنطن وبين بكين، لكن كل التصرفات وكل القرارات ترى بكين بأنها هذه تدخل العالم في صراع جديد وأنها ليست من باب المنافسة. إضافة إلى ذلك، وزير الدفاع الصيني قبل أيام رفض الجلوس مع وزير الدفاع الأمريكي وقال بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تغير في موقفها حتى نجلس على طاولة الحوار. لكن ما تريده الإدارة الأمريكية هو إبقاء الخطوط مفتوحة وعدم الذهاب باتجاه تسخين أي من الملفات أكثر مما هو عليه الآن.